إذا التعليم وصل لهذا المستوى في عشرات السنين اللي فاتت، تتوقع بعد ما عملت ثورة وكل نياتنا كويسة وتعليمنا مش كويس، هنعرف ولا مش هنعرف؟ هتقعد فترة على ما تعرف. ما عندناش خبرة. بس ده علاقته ايه بان انا اعمل حوار او ارفض الحوار او اعمل مصالحة وارفض المصالحة، ولا مش توقيتها الان؟ بص انا ما اعرفش توقيتها امتى، لكن ان اجلا او عاجلا لازم المصريين كلهم يعيشوا مع بعض. طبعا. مش كده ولا لا؟ ولازم اللي يعيشوا مع بعض يبقى في حدود القانون والدستور، واللي ثبت عليه جرم هيطلع بره، لكن اللي ما ثبتش عليه جرم هيبقى جزء من نسيج المجتمع.